أشغال دورة الجلسة الثنائية في إطار الجلسة الثانية والتي تخصص لإحداث لجان دائمة للمجلس. ثانيا انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم. ثالثا تعيين أعضاء منتدبي الجماعة لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات البغاة. كما لاحظت كما شفتي بالنسبة لهذه الجلسة كانت الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية اللي ديناها الأسبوع اللي فات، وكان فيها ثلاثة ديال النقاط: هو إحداث اللجان، انتخاب رؤساء اللجان والنواب، وتعيين التصويت على المنتدبين اللي في المؤسسة ديال مجموعات الجماعات. كما لاحظتوا بالنسبة للأجواء دازت واحد الدورة، دازت واحد الدور، واحد الجو اللي هو فخري. كان بعد ملاحظات تحت تدخلات الاخوان كتسمح لها، حاولنا ما امكن ان نتغاداو نظر على بعض الحسابات ما بين الاغلبيه والمعارضه. حاولنا نشاركوا معنا جميع الاعضاء لا من الاغلبيه والمعارضه، لاحظتوا هادشي في انتداب المنتدبين في المؤسسه. كان هناك واحد انسحاب بالنسبه لفريق ديال الحزب العداله والتنميه اللي كان اسم ديال اخ السي محمد بوزيده مدروش في اللائحه، اللي بحال اللي سمعتي ان ما تمش ادراج الاسم ديالو معنا او لا تبقينا، فهو كان بالتشاور مع الاخوان العداله والتنميه. ما عرفش علاش تبدل الراي ديالو وسحب الترشيح ديالو الاسم ديالو من لائحه المنتدبين. هذا كنحترمو طبعا، راه كل واحد حر في الراي ديالو، كنحترمو الراي ديالو. حنا هنايا صراحه حول ما امكن، لان كما كتعرفوا هذه المؤسسه الدور ديالها المستقبلي اللي عنده واحد الدور كبير، هي اللي غتكون هي اللي كتكلف بجميع تدبير المفوض، لا من ناحيه ديال الكهرباء، لا الماء، النظافه، النق، هاد الملفات الكبيره العائقه غتكون كتكلف بها المؤسسه. وكنتمنى من الاخوان، كنتمنى من الساكنه عطيونا شويه ديال الوقت يصبروا معنا باش يمكنوا نبداو الخدمه ديالنا بواحد الساعه، باقي واحد الساعه لا المجلس ولا النواب باقي ما بداش يشتغل فعليا. ولكن بعد نهايه هذا المسلسل الانتخابي اللي كان اليوم تقريبا اخر حلقه فيه بالنسبه للمجلس، كان وعدكم بان غتشوفوا بعض الانجازات وبعض التغييرات اللي غتبقى على ارض الواقع. الجلسه جازت في واحد الجو شويه اخوي الى حد ما، كما كنا متفقين على اننا نصوتوا على الهياكل التي تمثل المجلس، هياكل اللي يمكن ان المجلس يشتغل بها اللي هي مهمه هي اللجان، لان اللجان الدرجه الاولى تقريبا يعني تتداول جميع التقارير التي تهم نقط جدول الاعمال التي تكون في الدار، وبالتالي هي ميكانيزمات مهمه من اجل انجاح العمليه ديال السير هذه ديال الشان المحلي، خصوصا بالنسبه للمجلس والمكتب. ثانيا كانتداب ديال المنتدبين ديال مؤسسه التعاون، مؤسسه مهمه، هي اول نسخه طريقة جديدة لأن كانت مجموعة الجماعات وكانت خاصة بالنظافة. اليوم كنشوفوا مؤسسة التعاون اللي عندهم عدة اختصاصات وملفات مهمة جدا بالنسبة لتدبير الشأن المحلي بالمدينة، تطهير السائل، الماء، الكهرباء، النظافة وكذلك النقل، إذا هي ملفات كبرى. هذا المجلس غيكون كما شفتوا 46، ضروري يكون الرئيس رؤساء احد الجماعات المشكله لهذا المجلس، كذلك النواب خصهم يكونوا رؤساء المجالس المشكله لهذه المؤسسه. ائتلاف التحالف كان كما شفتوا اننا عملنا واحد المقاربه مهمه جدا، هو انه اشتغلنا على توسيع دائره او بمعنى مقاربه تشاركيه في التدبير. وكما شفتوا ان هناك لجنه لجنه المعارضه، كذلك هناك بعض الاخوان اللي داو مناصب سواء على مستوى رؤساء اللجان او لا نواب ممكن كذلك المعارضه. فيما يخص المنتدبين لدى المؤسسه ديال التعاون اعتمد واحد المقاربه المهمه، هو اولا اقتراح رؤساء المقاطعات لان باش يمكن يتبعوا الملفات الكبرى داخل المؤسسه، كذلك بغينا نشتغلوا مع جميع الاطياف والالوان السياسيه المشكله داخل المجلس. كانت هناك بعض الفلاتات بحال مثلا الفريق ديال العداله والتنميه اللي كنا في اطار استشاره معه، واقترح
الى الاسم ديالو داخل اللائحه ديال المنتدبين، ومع كما شفتوا انه داخل القاعه جرى انه يسحب الترشيح ديالو لاعتبار هو كيقولوا، ولكن حنا اشتغلنا على واحد المقاربه تشاركيه مهمه جدا من اجل ادماج جميع قضيه الحكم السياسيه داخل التدبير ديال الشان المحلي في المدينه ولا في المؤسسه. هذه هي الحلقه النهائيه من تشكيل المناصب سواء كانت رئاسة أو المكتب، وكذلك اللجان، وكذلك منتدبين ديال المؤسسة التعاون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.